الاتصالات في وزارة المالية ووزارة التخطيط. سوف نبدأ الأسبوع القادم أو سوف تبدأ الوزارتين بالأسبوع القادم باحتساب حصة كل فرد عراقي من هذه الزيادة التي جاءت بالفقرة ومن المادة 2 من الموازنة العامة لعام 2012. نهاية هذا العام ومطلع العام القادم سوف يدخل جيب أو بيت كل عراقي مهما كان شريحته أو طبقته أو المذهب أو القومية التي ينتمي إليه، جزء قليل من حقه وهو من واردات أو الفائض من واردات النفط التي سوت وتوزع عليه. هذه وإن كانت قليلة تقدر من 400 إلى 500 دولار معدل للعائلة الواحدة، إلا أنها هي سنة سوف تشرع أخوانكم أيضا في كتلة الأحرار إلى أن يكون هناك قانون دائم توزع فيها.